عودة مجددا مشاهدينا الكرام إلى فقرة ضيفي الغرفة. في خطوة علمية تعد الأولى من نوعها عبر جامعات الوطن، نجح الباحث الشاب سيد علي فرحاتية من جامعة محمد بوضياف المسيلة من نشر 9 مقالات علمية ضمن كبرى المجلات العالمية خلال مناقشة لأطروحة الدكتوراه حول الطاقات المتجددة، القطاع الذي تراهن عليه الحكومة في الوقت الحالي. لأكثر تفاصيل أسعد باستضافة الشاب سيد علي فرحاتية. صباح الخير سيد علي. صباح النور، مرحبا بكم. نعم، إذا بداية سيد علي، عرفنا من هو سيد علي فرحاتية. سيد علي فرحتيه، متخرج جديد من جامعة محمد بوضياف المسيلة، متخرج توفيق في ألم دي، دكتوراه ألم دي ماشي كلاسيك. تخرجت في العام الثالث وبحمد الله وفقنا ربي، تخرجت في تخصص هندسة كهربائية، بالتحديد تخصص آلية أنظمة وطاقات متجددة. نعم، إذا سيدي علي، 9 مقالات علمية نشرت في كبرى المجلات العالمية، حدثنا عن محتوى هذه المقالات. أول شيء الكونتكست تاع البروجي تاعنا كان ملتي ديسبلينار، نعم، يعني حنا تناولنا عديد جوانب في البحث تاعنا. البحث تاعنا كان مخصص الشبكات الذكية، شبكات مصغرة، جيل جديد من الطاقات، شبكات الطاقة. والحمد لله يا ربي قدرنا ننشره في مواضيع تخص الهيدروجين، وفي مواضيع تخص إدارة الطاقة، وفي مواضيع أخرى تخص البطاريات. نعم، إذا سيدي علي، كيف كان شعورك عند قبول المقالات العلمية النشرة في هذه المجلات؟ أول مقال كان شعور خاص، أول نعم. مقال يعني قبول كان بعد ملتقى دولي في تونس، وبحمد الله يعني توفقت فيه. وبعدها كانت عندي صعوبة كبيرة في النشر، ربما عديد المقالات ترفضت لي، لكن مع الوقت واكتساب الخبرة الحمد لله يا ربي توفقت مع فريق البحث ومع التسهيلات طبعا اللي قدمتها لنا جامعة محمد بوضياف نعم، بن مسيلة. الحمد لله يا ربي سهلونا الأمور وعاونونا، والحمد لله حاليا مازال برودكسيون سيونتيفيك يمشي بإذن الله. نعم، إذا هل كان هناك تواصل مع باحثين آخرين من دول أخرى؟ نعم أكيد كاين تواصل مع باحثين من جامعات فرنسية، جامعة نعم. نانت، جامعة ستراسبورغ، وجامعات في الخليج، جامعة السلطان بن عبد العزيز بالسعودية، وجامعة الشارقة بالإمارات، وكاين جامعة المنيا بمصر. نعم هذو الباحثين كانوا تواصلنا معهم والحمد لله يا ربي وفقنا ربي قدرنا ننشر معهم. نعم إذا سيدي علي، طروحة الدكتوراه هي حول الطاقات المتجددة، هذا القطاع تراهن عليه الحكومة في الوقت الراهن، أنت كباحث كيف ترى مستقبل هذا القطاع؟ أول شيء الرؤية كرؤية عالمية، نعم، الرؤية العالمية كامل العالم متوجه لهذا النوع من الطاقات، بالخصوص طاقة الهيدروجين. وفي الجزائر نقدر نقوله هي emerging technology، ما زال الجزائر ما مشات فيها، هي فقط في البدايات تاعها. وكان لازم احنا نوجدوا الارضيه هذه راح تكون بالابحاث تاعنا ان شاء الله، يعني البرودكشن ساينتيفيك راهي ما هذا من بعد الابليكاسيون فيزيك. والحمد لله يا ربي حاليا الابحاث جاريه على قدم وساق، وباذن الله ممكن باذن الله ان شاء الله مستقبلا تكون فيها اختبارات على انظمه فعليه في المستقبل على مستوى جامعه محمد بوضياف. نعم ان شاء الله. اذا سيدي علي، ما هي النقائص التي تواجه هذا القطاع؟ إذا حكينا على البحث العلمي عموما، نعم، ممكن عديد من الطلبة عندهم ضعف في الثقة في النفس، يعني كثير من الطلبة بصراحة يستحقروا أنفسهم، يخافوا من النشر في المجلات الأولى، هذه مجلات أبليس. ومن ناحية الطاقات المتجددة في الجزائر ما زلنا نخافوا احنا من الهيدروجين ان شاء الله يا ربي، لانه حاليا البطاريات ما تنفعناش على المستوى البعيد، العالم كامل متوجه للهيدروجين. وباذن الله ان شاء الله ممكن الجزائر يعني عندها احتماليه التوجه لهذا النوع من التكنولوجيا، ان شاء الله راح يفيدها بشكل كبير باذن الله، نعم، خاصة الإرادة إن شاء الله برك نتحول لهذا التكنولوجيا. نعم، إذا سيدي علي، جامعة المسيلة معروفة بدعمها لطلاب الطموحين مثلك، حدثنا عن هذا الدعم. أول شيء الدعم النفسي، يعني ما شاء الله الدكتور بداري كان دوما يحفزنا، وتوجه تاع الجامعة أنه التوجه يكون المشاريع البحثية تكون مشاريع ملموسة،
تكون عندها علاقات مع المحيط الاقتصادي تاعها. الحمد لله يا ربي وفقنا يعني الاداره تاع الجامعه ورئاسه الجامعه فتحت لنا قنوات تواصل مع الشريك الاقتصادي، وبحمد الله قدرنا بعد التخرج قدرنا نوفقوا مع شركه ام اي اللي نعم. تابعه سونال غاز. ممكن ان شاء الله تمولنا ونفتحوا مخبر باذن الله في هذا الموضوع تاع الشبكه الذكيه تحديدا على مستوى الجامعه باذن الله. لو تفصل لنا سيد علي حول الدعم المقدم من طرف الجامعة. الدعم المقدم من طرف الجامعه اول واكبر دعم يعني قدمته لنا انه فتحت قنوات اتصال مع الاندستري. حتى انا مثلا كاين يعني شركات اخرى، انا الشركه اللي كانت مهتمه انها تتعاون معنا ودير كولابوراسيون هي شركه ام اي اللي وعدتنا باذن الله ان شاء الله تمويل المخبر، وباذن الله ان شاء الله لانه هذا المشروع اصلا يخصها، يخص سونال غاز تحديدا، لانه سونال غاز كامل نعرفوا باللي عنده خسائر اقتصاديه بسبب الضياعات في الكهرباء بسبب الانقطاع. احنا المشروع تاعنا هذا راح ينقص من الضياعات وراح يحسن في جوده الطاقه، نعم، وراح يعطي واحد الصيغه جديده اللي هي نسموها التوليد المحلي والاستهلاك المحلي، يعني كل مثلا بلديه تكون عندها ستاسيون صغيره راح تعاون ستاسيون برينسيبال، وفي نفس الشيء راح تقلل من الخسائر تاع الكهرباء وتمد للمستهلك طاقه غير منتهيه. نعم. يعني ما تكونش عندنا بروبليم تاع ريبتير كيما راه موجود حاليا في الشبكات. برايك سيد علي مشروع اطروحه الدكتوراه كم يستغرق لتجسيده على ارض الواقع؟ هو مشروع عالمي بصراحه، يعني قليل من الدول اللي مشات فيه لانه يتطلب تكنولوجيا عاليه ويتطلب ذكاء اصطناعي ويتطلب كود انستالاسيون عاليه جدا. احنا لازم حاليا لازم نديروا الارضيه تكون بالابحاث تاعنا بحيث ان نقدروا نديروا اوبتيميزاسيون تاع الكو اوبتيميزاسيون تاع الماتريال اللي نحتاجوه. يعني المشروع بالنسبه للجزائر مازال قاعد الدراسه، وان شاء الله ممكن 5 سنوات 7 سنوات باذن الله، يعني الابحاث بعد ما تمشي ونقدروا نفاليديوها باذن الله ان شاء الله نخرج بها الارض الواقع. نعم سيد علي، بعيدا عن كونك باحث أنت أيضا مزجت مع بين العلم والشغل، أنت ممرض، كيف استطعت المزج بين هاتين التخصصين؟ يعني بتوفيق من الله الحمد لله يا ربي، وكان عندي شغف في الصحة والحمد لله يا ربي درت مسابقة نجحت فيها وقدرت نوفق ما بين الدراسة وما بين الشغل. إنما في هذه نقطة تحديدا كثير من الطلبة اللي يقولوا ما قدرتش نوفق ما بين الشغل والدراسة، يا أخي هي القضية الأولى إرادة، نعم، اللي حب بيدير حاجة يوصل لها إن شاء الله، والحمد لله يا ربي أنا كنت نقرأ أون باراليل. هل تلقي الصعوبات؟ أكيد أكيد الصعوبات، أكيد تعبت لأني كنت نخدم في الليل وفي النهار نقرأ، ما كانت سهلة والحمد لله يا ربي. نعم، إذا سيد علي كيف ترى مجال الابتكار في الجزائر حاليا؟ مجال الابتكار في الجزائر حاليا هو يعني عندنا طاقات ما شاء الله، يعني شفتها ما شاء الله كاين طاقات كبيره كبيره كبيره، فقط يعني لو نركزوا عليها الضوء ممكن ان شاء الله تعطينا اكثر واكثر ان شاء الله. يعني شفنا ان شاء الله الابتكار باذن الله هو الاقتصاد المستقبلي ان شاء الله. نعم، ما هي الرساله التي توجهها سيد علي لشباب طموح مثلك؟ الرساله خصوصا للباحثين والدكاتره يعني هي المفتاح الاول يكون الصبر. المفتاح الاول يكون الصبر، يعني عديد من الطلبه راني يتسائلوا كيف قدرت تنشر هذا العدد من المقالات. كاين نقطه برك ممكن ما يعرفوهاش ولا ممكن ما يعطولهاش بال، هي انه لما يترفض مقال اكيد المجلات الكبرى هذه راح تعطيك سبب تاع الرفض، وبسبب تاع الرفض تقدر تحسن في المقال تاعك، تقدر تحسن في الجوده على حساب لي كومونتير اللي يبعثهم لك، وباذن الله يعني ما كاينش حاجه مستحيله. يعني ما هي الخطوات التي قمت بها سيد علي من أجل نشر هذه المقالات؟ ربما هناك شباب الآن يشاهدونك. أكيد أكيد كاين، الأول شيء تحتاج خبرة شوية في الكتابة بالإنجليزية، نعم، لأنه حاليا لغة العلم بصراحة المقالات والمجلات الدولية هذه كامل إنجليزية، فقط عدد قليل ممكن يكون فرنسية أو ربما لغات أخرى، إنما لازم تركزوا على اللغة الإنجليزية. وكاين أدوات يعني بالنسبة لنا إحنا جزائريين ممكن يكون أغلبنا ضعاف الإنجليزي، كاين أدوات يعني تساعدكم في التحرير. أنا شخصيا استعملت أداة جرامرلي والحمد لله يا ربي ساعدتني. وثاني شيء أنه لازم تكون عندكم خبر في كتابة المقالات هذه، لأنه المقال عنده تمبليت لازم تتبعوها،
عنده فورما لازم تكون تتبع المقال هذه. كاين شكليات، يعني اغلب المجلات هذه الايديتورز يتعاملوا مع الشكليات والريفيورز يتعاملوا مع المحتوى، هتلقي سيد علي، يحاولوا هل يوصلوا تلقيت بشكل مساعدة صحيح. من أجل نشر هذه المقالات ربما من خبراء؟ تلقيت مساعدة في الملتقيات الدولية، نعم لأنه كان ملتقى في الإمارات وملتقى في النمسا شاركت فيهم، يعني كانوا ممولين وإحنا الجزائريين كانت صعب علينا شوية نشاركوا. الحمد لله يا ربي اقترحت الأعمال نتاعي على شريك خليجي، يعني كان بروفيسور في السعودية، وقبل أنه يمول المشاركات تاعنا في الملتقى هذاك، والحمد لله يا ربي يعني تلقيت، بصراحة تلقيت الدعم المادي من عنده. نعم إذا السيد لكن نعم كاين نقطة فقط نبينها هنايا، تفضل. أنه بالنسبة للخليجيين، إحنا الجزائريين مرات كي نقترحوا عليهم أعمال كي تعجبوا ما حيمولوكم، يعني فقط تكون الأعمال تاعكم بجودة، وأكيد أكيد أكيد حيقبلوا التمويل إن شاء الله. نعم إذا السيد علي، ربما ما هي النقائص التي يواجه هذا القطاع، قطاع الطاقات المتجددة، ربما لاحظت خلال بحثك؟ كاين بالنسبة للجزائر، نعم كاين احنا ما عندناش تكنولوجيا باش ندمج الطاقات المتجددة مع الشبكة الحالية، هذا هو المشكل الكبير، لأن الشبكة الكهربائية الحالية ما تقبلش الطاقات المتجددة. الطاقات المتجددة الإنتاج تاعها عشوائي، يعني مرات تكون إنتاج كبير مرات ينقص. بالنسبة لو كان ندمجوها مع الشبكة الحالية راح يكون عندنا انستابيليتي، لازم الشبكة الحالية لازم تتطور، نعم لازم فيها تغييرات، نجعلها سمارت جريدز، وان شاء الله بالتكنولوجيا هذه اللي رانا حاليا راه قايد الدراسه، ان شاء الله ممكن نوفقوا ما بين الطاقات المتجدده وما بين الشبكه الحاليه. نعم إذا سيد علي، ما هو هدفك مستقبلا؟ اكيد الهدف الاول تاعي اني نكمل في البحث العلمي، إن شاء الله. هذا المشروع نتاعنا مازال قايد الدراسه ومازال مشروع ناشئ في الجزائر. ربما المايكرو جريدز فقط استعملت في اضرار، كاين تيبيكال مايكرو جريد في اضرار، لكن تستعمل فقط طاقة الرياح والتايب تاعها اي سي. حاليا حابين احنا ان شاء الله يا ربي نديروا تيبيكال مايكرو جريد هنا على مستوى الجامعة، ونكملوا الدراسة نتاعنا ونشوفوا الجدوى الاقتصادية والتقنية، جدوى تقنية تحققنا منها، ما زال الجدوى الاقتصادية ان شاء الله نشوف المردودية تاعها ممكن على 10 سنين او اكثر، وباذن الله ان شاء الله اذا توفقنا ان شاء الله ممكن باذن الله نقدموا المشروع تاعنا للحكومة ان شاء الله. إن شاء الله. إذا سيد علي فرحتي، نتمنى لك كل التوفيق وشكرا لك على قبولك الدعوة معنا. إذا مشاهدينا، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية نقاشنا، فقرات الغرفة متواصلة لكن بعد الفاصل.